لا تحتاج مكتبة الفلفلي إلى إعلان للتعريف بها، فالعراقيون وكثير من السياح يعرفون الطريق إلى هذه المكتبة التي تتخذ لها مكاناً بين مئات المكتبات ودور النشر الموجودة في سوق السراي وشارع المتنبي بجانب الرصافة في بغداد قرب السراي القديم الذي كان مقر للحكومات حتى عام 1958. حقيقة أنا وثقت تاريخ الدولة العراقية من تأسيسها من 1921 لحد هذا اليوم، كسياسيين، كوزراء، كرؤساء وزراء، كمهن، كمناطقية، وإضافة إلى ذلك أنا تجيني صور حديثة، يعني مو مستمر على الأرشيف القديم. الصور متجددة عن مناطق بغداد لأن أكثر المحطات العالمية والخبراء اللي دي يستخدمون اسلوب نقل الصوره من الفيلم الى الصوره دي يستخدمون هذا الاسلوب لينقلون صور عن بغداد بشكل كلش راقي. ويجذب انتباه الزائر للمكتبة تو وصوله مئات الصور القديمة التي تتحدث عن أبرز معالم العراق وأهم شخصياته منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى يومنا هذا. يعني جزء من عملية الاكتمال التاريخي أو الاكتمال الكتابة التاريخية أو اكتمال الوعي التاريخي يتم من خلال الصورة. الصورة أداة تعبيرية مبسطة يفهمها المتخصص وغير المتخصص. المكتبة التي أسسها والد الفلفلي عام 1930 في سوق السراي، وهي بموقعها نفسه حتى الآن، تعد من بين المكتبات الأكثر أهمية فيما تحتويه من كتب قد لا توجد نسخ عنها في العالم، إضافة إلى صور نادرة، فهي تحتوي على 350 قطعة، إضافة إلى وثائق تخص العراق وبغداد تحديداً منذ عام 1857. عندي كتاب رحلة فيليكس جونز اللي هو حاليا ترجم بطريقة يعني مبسطة، مطبوع بال 1857 وزود بصور وخرائط عن بغداد وحتى بكلمات بالعربي. يتطرق هذا الكتاب، هو طبعا الكتاب عبارة عن رحلة استخباراتية قبل الاحتلال البريطاني، قبل دخول القوات البريطانية لدراسة الواقع العراقي في العراق، حتى يعني الاستخبارات البريطانية اللي هي شركة هندية اللي سوتها درست حتى سعر الخضروات والعملات والأشخاص، حتى عدد الحيوانات، حتى عدد الأدرة اللي هم يسموها العقود، احنا نسميها الفروع أو الشوارع. المكتبة كانت مقتصرة على الكتب وبعض الصور الأرشيفية، لكنه بعد التغيير عام 2003 تم نشر مكتبة صورية متكاملة لحقب تاريخية متعاقبة، ويبيع الفلفلي نسخا من الصور مقابل 1500 دينار، أي ما يعادل 1.25 للصورة الواحدة. بالنسبة للمكتبة الصورية الحالية الموجودة، تم نشر أرشيف بغداد بعد الاحتلال البعي بعد 2003، يعني كانت هاي الصور ممنوعة سابقا وتداولها يكون محدود إلا في الكتب. تم نشر هاي الصور ووصلت إلى كل دول العالم وكل أنحاء العراق من شماله إلى جنوبه، وتحتوي الأرشيف على مختلف أنواع الصور، سياسية، اجتماعية، مناطقية، فن، أدب، كل الأمور اللي تتعلق بالعراق. ركزت مكتبة الفلفل على حقبة بغداد القديمة من حكومات ورؤساء وشخصيات معروفة، فوثقت مرافق الحياة البغدادية بصورها بحلوها ومرها، فتاريخ الشعوب عامل يساعد على حفظ ذاكرة الناس، وبدون التوثيق لا ذكرى سنورثها للأجيال القادمة.